القصة الأولى هي في أحد البيوت، عايش شخص مهمل ومهووس بالمهرجين وبيعاني من اضطرابات نفسية لأنه بيشوف مهرج شيطان غريب ومحدش بيشوفه غير مارتن اللي نايم بسبب السهرة اللي كان فيها امبارح بالليل، والمهرج الشيطان اللي بيتبعه اسمه رايموند وهيساعد مارتن في مهمة كشف حقائق الناس المظلمة، واللي صحت مارتن هي المحامية بتاعته واسمها جينا، بتقوله إن ورق الطلاق لازم يمضيه لأن مراته تومي مش قادرة تستحمله لأنه خانها كتير وكمان سأل عربية وهو سكران ومعاه الأطفال وكان ممكن يأذيهم. ومارتن مصدوم لأن عمره ما تخيل إن مراته هتطلب الطلاق، والمهرج رايموند عمال بيضحك وبيقوله إنها خاينة. وفي بيت تومي مرات مارتن هي كلمت كول أخو مارتن عشان يروح ويكلمه ويقنعه إنه يطلقها، وكول خايف على أخوه لأن تومي كده هتدمر له قلبه وبيحاول يخلي تومي ما تصممش على الطلاق ولكنه فشل. وتومي تقول له انه لو ما راحش لاخوه مارتن فهي هتقول له على السر اللي بينها وبين كول وهتدمر العيله كلها لو ما اتطلقتش. ومارتن بيحاول يرن على تليفون تومي ويكلمها ولكنها ما بتردش عليه، والمهرج عمال بيضحك وبيقول لمارتن ان مراته بتخونه مع اخوه كول، ولكن مارتن مش مصدق المهرج وزهق منه خلاص وطلع سلاحه وبيهدده لو هو ممشيش فهيقتله، ولكن المهرج يقول له انت لو قتلتني فانت كمان هتقتل نفسك، والمهرج عمال بيضحك ومش خايف. وتومي في بيتها ومتجاهلة لمكالمات مارتن، وعيالها خرجوا يلعبوا شوية وكلهم فرحانين، وبتظهر بام هي مربية الاطفال في بيت تومي وتعتذر لتومي انها سمحت لمارتن انه ياخد الاطفال معه في العربية ويسوق وهو سكران، ومارتن هددها بالسلاح وكانت مجبرة على كده، ولكن تومي فاهمه ومسامحاها. والمهرج مش بيرحم مارتن وبيقول له ان هو اللي قتل فتاة الليل اللي كانت معاه امبارح بالليل في البيت، وعشان يخليه يصدق خلاه يشوف جثتها وكمان مكتوب عليها بالدم اسم المهرج رايموند. ومش بس كده، ده خلى الجثة كمان تتكلم وتعترف ان اللي قتلها هو مارتن، وكمان بتنصحه انه يسمع كلام المهرج الشيطان رايموند لانه بيتكلم بالحق والجثة ماتت من تاني. ومارتن مش مصدق نفسه، والمهرج عمال بيضحك وبيقول لمارتن انت لسه شفت حاجة، ده لسه بدري جدا. ووصل كول لبيت اخوه مارتن، ومارتن بيحاول يتظاهر انه كويس ومفيش حاجة حصلت هنا خالص، ومارتن مش مصدق كلام المهرج بخصوص ان تومي مراته بتخونه مع اخوه كول. ولكن لما كول كلم مارتن بخصوص الطلاق مارتن اتجنن وبدأ يصدق كلام المهرج رايموند ومقدرش يتحكم في نفسه، وخلى المهرج يهجم على كول، وكول حس بيه وسمع كمان صوت المهرج لانه كمان ضربه واغمى عليه وخلاه جنب جثة فتاة اللي ليل. والمهرج مش هيقتل كول بالشاكوش، هو هيحاول يوسوس لمارتن وهيخليه هو اللي يعمل كده، ولكن مارتن رافض وهيحمي اخوه وهيحاول يفوقه، وزهق المهرج منه وخد الشاكوش وراح هو اللي قتل كول، ومارتن ما قدرش يمنعه ومارتن اتجنن بسبب المهرج. ولكن المهرج جاب تليفون كول وسمعه رسائله ومحادثاته مع مرات مارتن، وساعتها تأكد مارتن ان كلام المهرج صح وان تومي مراته خاينة. والمهرج رايموند عمال بيكشف لمارتن حقائق الناس المقربة ليه وكلها للأسف حقائق مظلمة، والمهرج بينصح مارتن انه لازم ينتقم من تومي لانها هي اللي دمرت عيلته مش هو. ومارتن سمع الكلام وركب عربيته وبيكلم تومي عشان يعرف هي مكانها فين، ولكنها ما بتردش عليه برضه وسابت البيت وعيالها جواه مع مربية الاطفال بام. والمهرج عمال بيزود الغضب داخل مارتن وبيقوله ما تنساش مسدسك لانك هتحتاجه للانتقام من تومي مراتك، وده لان المهرج هو شيطان وبيساعد الناس على الشر مش الخير. وبام في البيت بتصور نفسها ومستمتعة وهي بتاكل، ودي اخر اكلة هتاكلها لان المهرج ظهر وباصص عليها ومراقبها والشر مالي عينه وهجم عليها وهو مش هيقتلها، هو بس خلاها يغمى عليها لانه هيخلي مارتن الخادم بتاعه دلوقتي هو اللي هيقتلها. ولان المهرج كشف الحقيقة لمارتن فمارتن بينفذ كل اوامر
أمر المهرج رايموند. ولما رجعت تومي للبيت استغرب من حالة البيت، قال متبهدلة وكمان بتنادي على بام ومش لاقيها خالص، وقلقت على أطفالها. وهي رجعت للبيت لأنها نسيت الفلوس، وتتصدم لما تلاقي جوزها مارتن قدامها ويقول لها إنه قتل بام وأخوه كول كمان ومعاه ورق الطلاق ومش هيسمح ليها إنها تنفصل عنه. ولكن تومي رفضت تسامح مارتن وعمرها ما هترجع له نهائيا، وهي طول الوقت كانت بتشتغل عشان تصرف عليه هو وعلى عيالها كمان، لأن مارتن عاطل ومفلس وفاسد ومجنون وبفلوسها هي كانت بتعالجه. ومارتن تعب منها ومن خناقاتها معاه، وكمان تعب منها لوسات المهرج رايموند وسيطرته عليه. والحل دلوقتي انه يقتل مراته تومي ويرتاح منها. وجينا وصلت لبيت تومي ولقت اول جثة لاول ابن لعيلة مارتن، ولما دخلت للبيت لقت الجثة التانية للابن التاني، وكمان لقت جثة تومي الام، وكانت هتكلم الشرطة ولكنها سمعت صوت اطلاق النار من فوق. ولما طلعت فوق عشان تتأكد لقت مارتن خلص على نفسه بعد ما قتل كل عيلته عشان يرتاح، هيرتاح من مراته وكمان من المهرج الشيطان رايموند. وجينا مش مصدقة نفسها وهي وصلت لبيت تومي عشان تحاول تقنعها انها ما تنفصلش عن مارتن، ولكن جينا لقت كل العيلة مقتولة والمهرج الشيطان مستمر في الضحك ومستعد للمزيد من الضحايا اللي هيقضي عليهم وكمان هيجننهم، وده كله بفضل المهرج القائد اللي بيسموه المهرج الاسود. ودي القصة الاولى يا صديقي. والقصة التانية بتحصل بالليل، وفيه ست اسمها شميكة خرجت من الشركة الساعة 9 بالليل، وده بعد ما خلصت شغلها. ولما ركبت العربية بيكون فيه سفاح مهرج مقنع مراقبها، وهي في عربيتها تلاقي فجأة رقم مجهول بيرن عليها، ولما ردت عليه لقت السفاح المهرج بيقول لها انها لازم تفرح لانه اختارها انها تكون ضحيته الليلة، وقلقت وافتكرت ان ده هو مجرد مقلب وهتكلم الشرطة. وهددت الراجل الغريب، ولكن فجأة لقت المهرج السفاح حواليها بره العربية لانه اختارها انها تكون ضحيته الليلة وكمان مركز عليها، وهي كمان حست بيه وده مش مقلب، ده بجد. والسفاح المهرج المقنع ده هو متخصص في قتل الستات وبيخرج من مخبأه عشان يصطادهم كل يوم بالليل. وفي احد استديوهات البرامج الاذاعية فيه محطة راديو الساعة 11 بالليل هيقدم فيها كين برنامج اسمه جنون منتصف الليل اللي بيتحكي فيه القصص المرعبة، ومنتج البرنامج اسمه دري، وهو متحمس جدا ومتفائل بحلقة الليلة. ومقدمي البرنامج وصلوا وهم سيدريك وتيرا، وعندهم امال انهم في الحلقة الليلة يحققوا نجاح وعدد المستمعين يزيدوا، لان البرنامج مش مشهور جدا لسه، وكين سابهم ومشي لان الساعة بقت 11 وربع وشغله خلص خلاص وقت برنامج سيدريك وتيرا حل. وهيبدأوا البرنامج باتصال هاتفي من شخص اسمه هانس بيدعي انه سفاح مقنع في قناع المهرج وبيحب برنامجهم جدا، وهيحكي لهم قصة حياته كسفاح، وهم بيضحكوا ومش مصدقينه طبعا، ولكنهم هيسمعوه وخلاص يمكن يساعدهم في تحقيق الشهرة. ولو هو سفاح بجد فهم هيكلموا الشرطة عشان يتبعوا المكالمة ويقبضوا عليه. والمشكلة ان المهرج السفاح اللي بيكلمهم هو اللي قتل شميكة اصلا، وهو سفاح بجد وبيحب الدمى وكمان المانيكان، وهو وحيد طول عمره وبيقول لهم انه لسه قتل ست من شوية، وهو بيستمتع جدا بشغله وده بفضل القوة اللي المهرج الشيطان الاسود منحها ليه، وما فيش اي ضحية قدرت انها تهرب من تحت ايده، وهو متخصص في قتل الستات بس لانه ما بيحبهمش، وده بسبب مراته الخاينة وامه اللي كانت بتعذبه دايما، وكمان هو اللي قتلهم وهم اللي حولوه لسفاح مجنون وبيخرج بالليل عشان يقتل الستات، وكمان بياخد جثثهم وبيحفظها عنده في البيت، وجثث الستات في كل ركن من اركان المكان، وعدد ضحاياه لحد دلوقتي وصل ل 14 ست، وبيصطاد الستات من جراجات العربيات او بيهجم عليهم في الفنادق الفخمة، وهو عنده شغف وغضب وقوة بيستغلهم وبيعبر عنهم اثناء عملية صيده للستات، وهم من الصعب انهم يقاوموه، وهو غير قابل للايقاف بسبب قوته، والشرطة مش هتعرف تقبض عليه خالص، والمكالمة دي مش هيعرفوا يتبعوها، وده لانه سفاح قوي وذكي وعنده خبرة كبيرة. وطبعا سيدريك وتيرا في الاول ما كانوش مصدقينه، ولكن دلوقتي
بدأوا يخافوا من كلامه، ولكنهم مجبرين انهم يستمروا لان عدد متابعين ومستمعين البرنامج الاذاعي اصبحوا من 67 الف مستمع لاكتر من 800 الف مستمع، وده رقم قياسي لانهم فضل لهم شوية ويقربوا على المليون. والمنتج دريه بيأمرهم انهم يسيسوا السفاح ويخلوه يتكلم اكتر، لانه لاول مرة في تاريخ كل البرامج الاذاعية انه فيه سفاح بيتكلم على الهواء مباشرة، والسفاح بيقول لهم انه مش بيقتل اي ست كده وخلاص، هو بيقتل الستات الجميلة تحديدا عشان بيحب يشوف في عيونهم قبل ما يقتلهم نظرة الخوف والألم. والمهرج السفاح بدأ يقول لهم انه مراقبهم اصلا وعارف ان كين مش الساعة 11 وربع من المكان، وهو كمان قتل شميكة مرات سيدريك وبيكلمه اصلا عشان يقول له، وعارف انها خرجت من شغلها الساعة 9 وكمان هو قتلها في الوقت ده. وتدخل ديريه ويطمن سيدريك ان السفاح بيضحك عليهم مش اكتر، بس المهم ان سيدريك يكلم مراته فورا لانهم لازم يطمنوا عليها ويتأكدوا انها سليمة. ولقى سيدريك ان مراته بعتت ليه رسالة الساعة 11 بالليل، والسفاح قال انه قتلها الساعة 9 بالليل، فده معناه انه كذاب. ولكن لما سيدريك رن على مراته شميكة لقى السفاح بيرد عليه وبيقول له ان هو اللي بعت له رسالة الساعة 11 من تليفون مراته، وسيدريك مش مصدق نفسه من اللي حصل. والسفاح المهرج هانس عمال بيضحك وكمان قفل المكالمة في وشه، والبرنامج انتهى والكل مصدوم. والسفاح المهرج يا صديقي لا يرحم ابدا. بس كده يا شباب، دي نهاية القصة التانية ونهاية الملخص.